السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة، معكم عصام السرساوي. وزي ما عودناكم قبل كل حلقة نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة النهاردة هنتكلم عن منتخب المغرب وعن مدرب منتخب المغرب الجديد، رسميا خليلو زيتش مدربا لمنتخب المغرب. طبعا يعني خليلو زيتش من الأسماء المعروفة في أفريقيا ومن الأسماء المعروفة في مجال التدريب. طيب هنتكلم في الحلقة عن مميزات خليلو زيتش، هل خليلو زيتش هيبقى مؤثر مع منتخب المغرب؟ هل هيرضي طموحات جمهور المغرب؟ ده اللي هنشوفه جوه الحلقه. وقبل ما نخش في الحلقه يا ريت تنزل تدعمنا بسبسكرايب للناس الجديده وتفعل زر الجرس عشان فيديوهاتنا كلها توصلك، ولايك للحلقه، لايك كتير لان اللايك بيظهر الفيديوهات وبيخلي الفيديو يظهر اكتر وبيخلي اليوتيوب يقترحه على الناس المشتركه واللي مش مشتركه، وشير للحلقه. ويلا بينا نخش على خليلو زيتش. طبعا بعد اخفاق هيرفي رينارد ووصول هيرفي رينارد لنقطة خلاف ونقطة الصفر مع منتخب المغرب، ودي طبعا كان ليها اسبابها، بعد ما قضى 3 مواسم ونص مع منتخب المغرب بعد خروجه من الكان 2019 مع مصر، هي دي كانت النقطة المحورية في تخلي منتخب المغرب عن هيرفي رينارد. وكان قبليها طبعا قبل البطولة ما تبتدي انه استبعد حمد الله، كانت نقطة برضو ان الجمهور كله كان بيهاجمه عليها، فخرج من دور الستاشر من منتخب بنين، منتخب متواضع، محدش كان متوقع ان المغرب هتطلع من دور الستاشر، انها كانت مرشح اول وتطلع من بنين، يعني مش من فرقة قوية زي كوت ديفوار زي نيجيريا زي الجزائر زي مصر زي تونس، من الفرق القوية دي لا، من منتخب ضعيف زي بنين. طبعا دي كان وصلت لنقطة الصفر ونقطة الخلاف ما بين الجامعة الملكية وما بين هيرفي رينارد، وكان لازم يمشي هيرفي رينارد في التوقيت ده بعد الصخب الجماهيري، وان الجماهير مش دي طموحات منتخب المغرب انه يطلع من دور الستاشر ازاي يعني وهو كان داخل مرشح اول. كل الناس كانت بتقول وفي ناس كتيرة كانت عايزة مدرب وطني، بس مدرب وطني مرضاش طموح الجامعة الملكية في المغرب. طبعا كان لازم يدوروا على مدرب هم شايفين ان المدرب الاجنبي هيفيد اكتر، وبعد التمحيص وبعد ما دوروا استقروا على خليلو زيتش من المدربين الاقوياء في افريقيا واللي كان مسك منتخبات واندية في افريقيا، كان اقربها اقرب مثال لينا كان منتخب الجزائر، وعمل معاهم يعني شكل كويس وعمل معهم نتائج كويسة وكان طريقة اللعب أساسا كويسة جدا. هنتكلم على خليلو زيتش وهل هو مفيد لمنتخب المغرب ولا لا. أنا شايف من وجهة نظري إن خليلو زيتش هيكون مفيد جدا لمنتخب المغرب. هنتكلم عن بداية خليلو زيتش. خليلو زيتش يعني من كان لعيب كورة، كان لعيب سابق طبعا، هو من البوسنة مواليد 1952. خليلو زيتش كلاعب كان لاعب مميز في حقبته في منتخب البوسنة، لعب طبعا لأبرز الأندية اللي لعب لها، لعب لليل ولعب لباريس سان جيرمان في فرنسا. خليلو زيتش كان لاعب مش هنقول يعني مش زي زيدان، بس كان لاعب كويس وكان مدرب كويس. طبعا خليلو زيتش بعد ما انتهى من حقبة اللعب اتجه للتدريب، وكان اول وجهة ليه في التدريب هو نادي الرجاء البيضاوي المغربي. دي مفارقة برضو ان اول فريق اشرف على تدريبه كان الرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي احنا عارفين قطب من قطبي الكرة في المغرب، طبعا خلال سنتين خد بيه الدوري المغربي وخد بيه دوري ابطال افريقيا. دي كانت بداية جيدة وجيدة جدا انه اسمه يظهر واسمه يعلى انه كمان يروح يدرب فرق تاني. طبعا بعد بزوغ اسمه سنة 99 اتجه لتدريب ليل الفرنسي. ليل الفرنسي زي كان بيمر بفترة صعبة، كان خلاص هو راي عليهم هم بيهبطوا، فعلا هبطوا، ولما نزل معهم للدرجة التانية قدر يطلع بيهم تاني، وكان متصدر الدرجة التانية بفارق 16 نقطة عن اقرب ملاحقيه. ولما ليل صعد حصل على المركز الثالث في العام ده وقدر يلعب بيه دوري ابطال اوروبا، وفي السنه اللي بعديها قدر يحصل على المركز الرابع ولعب بيهم كاس الاتحاد الاوروبي. طبعا نتائج كانت رائعه لخليلو زيتش، طبعا مدرب باين من بدايته انه هيكون مدرب واعي. وبعد كده درب خليلو زيتش رين الفرنسي بس محققش معهم النتائج المطلوبة، يعني مش النتائج المطلوبة، هو يعني رين الفرنسي ما هو مش من أندية الكبيرة عشان ياخد دوري او ياخد كاس، بس
هو بعد كده انتقل لتدريب عملاق من عمالقة الدوري الفرنسي هو باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان في السنة الأولى خد بيهم معاهم كاس فرنسا وقدر يصعد بيهم دوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز الثاني، بس السنة الثانية ما أرضاش طموح باريس سان جيرمان وحل في المركز السادس أو السابع و تمت اقالته من تدريب باريس سان جيرمان. بس انك تاخد كاس فرنسا وانك مركز تاني بعد ليون دي حاجة كويسة. في الوقت ده باريس ما كانش ظاهر قوي زي اليومين دول. بعد ما ترك باريس سان جيرمان طبعا اتجه لترابزون في تركيا ودرب ترابزون واحتل بيهم المركز الرابع، ودي كانت نتيجة كويسة. طبعا ترابزون من الفرق مش الكبيرة. بعد كده اتجه بقى لتدريب المنتخبات، واول منتخب كان يمسكه هو ساحل العاج او كوديفار. كوديفار انتدبت خليلو زيتش وطبعا صعد بيهم كاس الامم الافريقية وصعد بيهم كاس العالم في جنوب افريقيا سنة 2010 وحقق نتائج لا بأس بها. بس يوصل برضو طبعا انت عارفين المدربين ما بيستنوش في فرقة لحد ما وصل لمحطة الجزائر، وكلنا عارفين حقبته مع الجزائر وكنا بنتفرج على كرة الجزائر الجميلة. صعد بيهم كاس عالم، كاس امم افريقيا، اي نعم ما خدش بيهم كاس امم افريقيا بس كان بيلعب الكوره الممتعه. كل ده يصب في مصلحه خليل زيتش انه مدرب كبير، وفعلا منتخب المغرب قدر ينتدب مدرب كبير يرضي طموحات الجماهير. هنشوف خليل زيتش هيعمل ايه مع منتخب المغرب، عنده تحديات صعبة بس انا شايفه هينجح ان شاء الله مع منتخب المغرب. منتخب المغرب من المنتخبات اللي فيها لعيبة ممتعة بس عايزة مدرب كويس زي خليل زيتش عشان يقدر يقدم بيهم الكرة الجيدة. عنده طبعا انهم تحديات كاس العالم اللي جاي سنة 2022، وعارفين طبعا ان كاس العالم حلم كل حد بيلعب كرة عايز يصعد كاس عالم، فده هيبقى اول تحدي. وكاس الامم الافريقية اللي جاي وعايز يبني فريق كويس عشان ينافس على البطولات دي. طبعا منتخب المغرب مش المنتخب اللي بيخش عايز يمثل تمثيل جيد فيه بالذات في افريقيا، عايز ياخد البطولة. فدي هيكون طموح او هيكون دافع لخليل زيتش انه وعد ان الجماهير المغربية في اول تصريح ليه قال انا ان شاء الله عند طموح جماهير المغرب واتمنى ان اكون عند حسن ظنهم وان شاء الله هبني فريق قوي ينافس على بطولة افريقيا القادمة وكاس العالم. طبعا ده حلم لكل اي حد بيدرب اي فرقة انه يصعد بيها كاس العالم. خليل زيتش من المدربين الجيدين زي ما قلنا مسيرته. خليل زيتش من المدربين اللي عنده فكر وتكتيك رائع. خليل زيتش من المدربين اللي عنده تكتيك وعنده يعني مش المدرب اللي بعرف يغير الفرقة فعلا، مش المدرب اللي جاي ياكل عيش وانه خلاص يسترزق ياخد ما هي من هنا على ما هي من هنا يكسب يخسر. لا، خليل زيتش من المدربين المعروفين زي ما قلنا وحيفيد المنتخب المغربي. انا طبعا من الناس اللي كانت بتنادي مع جماهير المغرب بتولي ناخب وطني او مدرب وطني لمنتخب المغرب، بس كان في برضو جماهير عريضة تقول لك المنتخب الوطني المغربي محتاج مدرب قوي، محتاج مدرب يكون ليه مسيرة في افريقيا ويكون ليه سي في كويس عشان خاطر انه يحقق طموحاتنا، وان المدرب الوطني هيكون شخصيته مش قوية. في ناس كان عندها اعتقاد كده وانا كنت عند اعتقاد ان المدرب الوطني زي جمال بالماضي وزي حسن شحاتة قبل كده ان المدرب الوطني هو خير من يمثل المنتخب الوطني لحرصه طبعا الشديد ان يعني عايز ياخد بطولة عايز يفرح الجماهير. وغير كده انت عندك في المغرب كان عندك سيفيهات قوية. الكلام ده لو انت اساسا ما عندكش مدربين كفء في المغرب، بس انت كان عندك اسامي. وبعد تولي عموتة تدريب منتخب المحليين خلاص كده الباب اتقفل قدام طبعا تدريب وطني للمنتخب المغرب، وكان لازم لقجع يطلع علينا بمدرب اجنبي. وفعلا اختيار كان جيد من الجامعة الملكية انهم يختاروا خليل زيتش. انا شايفه هيكون مدرب عند حسن ظن المغرب وعند حسن ظن جماهير المغرب وهيعمل نتائج طيبة بمنتخب المغرب. هنشوف الفترة اللي جاية ايه اللي هيحصل. نتمنى التوفيق لخليل زيتش مدرب منتخب المغرب الجديد، ونتمنى التوفيق لمنتخب المغرب. كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. ياريت تقول لنا في الكومنتات انت ايه رأيك في خليل زيتش، شايفه انه مدرب قادر على تحقيق طموحات
منتخب المغرب وجماهير المغرب، ولا انت شايف كان في اسماء احسن من كده؟ انا عن وجهة نظري شايف ان خليلوزيتش مدرب جيد وهيصنع الفارق مع منتخب المغرب. كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، ليت تنزل تدعمنا بسبسكرايب للقناة للناس الجديدة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، ولايك للحلقة لايك كتير، وشير للحلقة سلام.